كينقصوا جوج المباريات على المونديالتو، هو هذا المباراه ديال الفتح الرباطي ومن بعد مباراه الكوكب المراكشي يوم الخميس. اذا وغادي يدخل الفريق في كونسنتراسيون في تربص الاستعداد لكاس العالم. نتمنوا انه يكون الفريق ديالنا ذهنيا وتكتيكيا في المستوى العالي، لانه ما كينقصوا اي مركب نقص، فهو كل الظروف مواتيه، كل الظروف مهيئه لهذا الفريق انه حتى يمثل الكره الوطنيه احسن تمثيل. واعتقد الحاج ان الفريق المغربي التطواني خلال هذا الموسم هو ملزم بمواصله تالق فريق الرجاء الموسم الماضي. الرجاء وصل للمباراه النهائيه، اعتقد ان كل المواصفات بجانب فريق المغرب التطواني. الفوز في المباراه الاولى يعني تعني شيء الكثير وتعبي الطريق امام فريق المغرب التطواني من اجل سمعه كره القدم المغربيه. نعم، فريق المغرب التطواني فريق شاب، فريق عنده لعبة نجوم، لعبة تقنيا في المستوى العالي. فلهذا كما قلت انه فريق الرجاء البيضاوي حقق، فريق الرجاء الرياضي حقق احسن نتيجه وهو تاهله الى النهائي. فلهذا هذا نعتبره احنا كمسيرين وكفريق وكمكونات وكاطر تقنيه، فهذا الانجاز اللي حققه الرجاء البيضاوي فهو غيعطينا حافز قوي انه اللعبة ديالنا راهما شبان، راهما اللياقه البدنيه عاليه، انه يمكن لهم انه يستعملوا هذا الانجاز اللي حقق الرجاء البيضاوي كحافز لتخطي المقابلات ويتاهل للمباريات للدور المهم ان شاء الله. اذا غير نطمئنوا الجمهور المغربي على الاستعداد ديال الفريق المغربي التطواني، على الحله والصوره اللي يمكن يظهر بها فريق المغربي التطواني اللي يعني من اجل سمعه كره القدم المغربيه. نعم ان شاء الله، هذا ما فيه شك، احنا عندنا الثقه الكامله في الفريق ديالنا وفي الاطر التقنيه وجميع المكونات للفريق وفي الجمهور ديالنا اللي غيأزر الفريق مؤازرة كبيرة جدا. واليوم كنطالب الجماهير التطوانية ولا الجماهير المغربية انه تساند الفريق المغربي التطواني. لماذا؟ لانه اليوم كيمثل كرة القدم الوطنية، ليس كرة القدم التطوانية فقط، بل انه صنع الحدث وتأهل لهذا الحدث الكبير. اذا كنطلب المساندة من جميع الجماهير المغربية، وهي ان شاء الله ما غتبخلش علينا، وحتى حنا راه الاشارة والحمد لله كتربطنا علاقة تاريخية وطيبة جدا مع كل الاندية وكل الجماهير المغربية. شكرا الحاج أبرو رئيس فريق المغرب التطواني. مشاهدينا الأفاضل، نبقى مع استعدادات فريق الفتح الرباطي لهذه